وكاين اللي غطى على والو عمي وناس بحال هكا. تديوه ليه؟ رجع رجع الله شوي 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 تديوه لك عمي. اه والله القرشه لا حول ولا قوه الا بالله، مسكين ناعس في الزنقه وتيديو له الغطا. في هذا رمضان وراه ما بقاوش كيدوروا، كنت تشوف هذوك الايام اصاحبي يلقاوك ناعس كيحيدها لك هكا ويحيد لك حكا كيكون ساكت تحت راه كيحيد لك منه السبرديله حيد لك حوايجك ويمشي ويزيد واش راك تبعت تبع واحد الحماق يضربك. لا حول ولا قوه، انت خافوش الله هاد الناس هاد واش راه يخافوا هذوك اصاحبي كيكونوا جهاله. لا حول ولا قوه جهاله، شنو الحل معاهم؟ شنو السبب اللي خلاك تخرج من الزنقه بحال هكا؟ ها السبب ديالي هكا انايا. اه لا خويا ما قريتش. ما قريتيش؟ اه نكون واقعي نهضرونيش انا بلا كذوب بلا والو. حاجه تعدو هنايا تعدو عليك؟ واه بزاف داو لي حوايجي رزقي. لا بلا هو راه في وقت في هذا رمضان اللي وقروني. رمضان دابا اللي وقر. ايوا ما تيشوفوا راجل كبير تيبغيو يجيك لعلك هكاك يديو لك الملابس ديالك. ما شاء الله صافي. داك واحد الحليب هنايا بغيت نجيب لك الاخر، هذا باش تحلو تشرب منه وتردو. مثلا ما كملتيش حيت الاخر الا حليتي صافي غيضيع، هذا ترد له الغلاق على الغلاق عاد. وشي كيكات هنايا وجبت لك التمر، جبت لك واحد التميره وشي كيكات وشي لعيبات. انا غدا بغيت نجي لعندك يا عمي. قول لي قول لي فين تكون عندي واش غدا نجي لعندك؟ الفطور اه هنايا نجيو عندهم والمانطا وكذا. فين هما الحوايج؟ ما عنديش راه كلشي دابا كنعس هكا دابا هكا. والبرد عمي وكانت تكمل كنخشي يديا وكنحيد هذا وكنخشيو من الداخل. لا حول ولا قوة، شوف الراجل قداش مسكين مشي ينعس في الزنقة راه ما يمكنش. البرد والشوع وزيد انه بنادم مشي يضربو شحال من مرة بنادم مشي يبغي يقتلك ما تيبغي يضرب. راه كيدوا لك اللي عندك كاع باللي كيكون كل ذوك الايامات. دابا راه فاضل مزيان هاني هذوك الايامات جبرت كلشي ينعس كلشي شاد عليه. والله الا ما كنلقى ناس كنقول له هذا اللي عندك خلي لي عيلة كار هذا كاش ما تديوش ليا كيخلوا لي هذاك. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ما يمكنش سيد مسكين ناعس في الشارع، شنو هو ناعس في الشارع ما عنده والو، الكحل البرد بزاف ديال الحوايج محتاج. اه ما يمكنش ما يمكنش. السلام عليكم عمي الحاج كي داير؟ كلشي بخير؟ عمي راه واحد السيد تنعاونو الناس اللي في الزنقه اللي محتاجين واللي ما عندهمش. كي داير بخير؟ كلشي مزيان؟ علاش تنعس انا عمي ما عندكش فين تنعس؟ وعنديش والو. عندك شي وليدات ولا والو؟ ما عنديش. هذاك الوليدات لا والو عمي؟ والو. كليتي عمي ولا باقي؟ كليتي بارك الله. فين تتفطر فين تتسحر؟ مع الناس هكا. مع الناس عمي؟ والو. ما عندكش دارك عمي؟ لا. نهائيا. الوليدات والو؟ الوالدين الخوت؟ الخوت كاينين. والخوت ما تيعاونوكش عمي؟ الخوت اش راه يعاونو فيك؟ تيعاونوكش؟ واش راه يعاونو فيك؟ يلاه تخراو هما مع الوقت الزمان ديالهم. وانت منين اصلك عمي؟ من هنا من قنيطرة نيت؟ اه من قنيطرة. اين بلاصة هنا في قنيطرة؟ انا جيت افكا. جيت افكا؟ افكا افكا. اه جيت تما. انت تزاديتي تما؟ وفين كبرتي عمي؟ هنا. هنا نيت؟ انا في قنيطرة وكنت نخرج ندلاع. ما تزوجتي ما والو ما كاينش وليد؟ لا والو لا شنو. واش كدير دابا في حياتك عمي؟ هكا غا هكا تدير حتى حاجه؟ واش راني ندير اخويا؟ والو. انت كتشوف الصحه كيفاش راه دايره ايام. انت باش مريض عمي شنو؟ كلي كلي. شنو الحاجه اللي تضر؟ كلشي كيضرني كلشي. الضعف وكلشي راك عارف الضعف كيفاش يعيش مولاه. كيبقاش الجهد عنده. الجهد راه عنده واحد الدور كبير في الحياه. عنده واحد الدور كبير. السن عاوتاني كبير. شحال في عمرك انت دابا؟ 65 دابا عندي 58. 58 تبارك الله اللهم بارك. اه ديك البطاقة تشوفها. لا لا ماشي مشكل وايد. لا باش راك تشوف مزيان. لا انت يا قبلك عمي. باش عرف الحقيقة. جات واحد الطبيبة هنايا قالت لي ديك العزازة وداك الشيء عطاني فوتوكوبي ديال لاكارت ديالك. واش باقا ما ردت عليا والو. ما ردت لك بوالو. اه ديما هنايا كنتسنى ضربت عليه باقي ما ردتش. انت حنا تتريح تتسنى ديما ترد عليك هي. اه. عمرها ردت عليك بشي حاجة. لا. تبغي تمشي لدار العجزات؟ والله ما كان صاحبي كان كيديو لي الحوايج كيديو لي الغطا من فوق ظهري. تيديو لكم فوق ظهرك عمي؟ والله القرشه بالله باللي. اه والله الا كيقول لك هكا ويزيد. ما هي حياه تما؟ وانا راه من حياه يقدر يقتلوك هادو. ما عمرك تعرضتي للاعتداء بحال هكا يبغيو يقتلوك ولا شي حاجه؟ من عارف ربي كيستر وصافي. ربي اللي تيستر. والله القرشه. حقروك دابا كيقولوا دابا هذا على الله عنده راه فهمتي. تيقولوا راه عنده هاد الجهاله حاجه ولا تكون عندهم العقل جاهل. تيقول لك الانسان شوف كيفاش الحياه ديالو يعني ما واعيش هو ما واعيش يقدر يقتلك ولا يعطبك كاع.
هو ما عندوش غرض، المهم يقول عنده غرض يوقف يقضي حاجته هو صغير حياتي بصح راه استر الله وصافي خويا تيحفظك الله فيه وراه ربي شكون عرفنا دابا عندها حفظنا الله وراه ربي ما كاين لا قطع لا والو عمي وناس بحال هكا تديوه ليه رجع رجع الله شوي 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 تديوه لك عمي اه والله الخاصه لا حول ولا قوه الا بالله مسكين ناعس في الزنقه وتيديو له الخطا في هذا رمضان وراه ما بقاوش كيدوروا كنت تشوف هذوك الايام اصاحبي يلقاوك ناعس حتى كيحيد لك هكا ويحيد لك حكا كيكون ساكت حتى راه كيحيد لك منه السبرديله حيد لك حوايجك ويمشي ويجي واش راك تبعت مع واحد عمق يضربك لا حول ولا قوه انت خافوش الله هاد الناس واش راه يخافوا هذوك اصاحبي كيكونوا جهاله لا حول ولا قوه واش غادي جهاله شنو الحل معاهم انت عمي شنو السبب اللي خلاك تخرج الزنقه بحال ها السبب ديالي هكا انا لا خويا ما قريتش ما قريتيش نكون واقعي ما نهضرونيش انا بلا كذوب بلا والو ها زيد عمي قريت ما وانا كبرت ولدتني امي ماتت ولدتك امك مسكينه ماتت ماتت وكبرتي مع العائله كبروني في ساحه تعرف ساحه مول يوسف عرفت عرفت اول قريطره هذوك اللي كبروني ماتوا حتى هما مساكن قري ولادهم فهمتي ما قريت دابا وليت هكا ما يقبلك حد انت عمي دابا نهار مات الام ديالك بحال تسجلت ما قريت تما بقيتي ما قريتي ما والو ما قريت بقيتي مشرج هكا وكنت كنخرج كندلع على المدن كل مره مدير ديما بقات الصحه راك نطلع الريف كنت نطلع الوجده ما بقات الجهد عندي وكان مره ما نجلسش هنا يا خويا الجهد والو ما بقاش الجهد عندي ديال تما والبرد بلا تما راك عارف القصعه ما عندك صحه تما راه ما وراك عارف الريابه لما كنتش هذيك راه ما يخليوكش الدور وجيت بحالي لهنا فين زايد قلت اللهم اللهم هنا صح عندك كتشوف هادشي اللي عطا الله تيهناو تيحكروك تيدير راه يحكروك اصاحبي راه كتبان لهم انت بحال شي براني بحال شي راه بصح يعني انسان لا شيء ما كاينش اللي غادي يعني ما كاينش اللي غيجي منك واخا نديرو لي دره ما كاينش اللي غيجي منك جات عليك هكا كلشي دابا كيفاش عقليتو ما كانش يفكروا حتى دابا انت في الزنقه هكا يقول دابا هذا ما كاينش اللي غيسول فيه واخا نديرو له لي دره التفكير انت ما عندكش فين تمشي دابا عمي شي بلاصه وشي ملجا انا كنتسنى دابا هاد السيده هادي دابا دير فيها الخمس اللهم اخوة تما في العجازه ولا هكا بعدا تما راك مستور ومداوي ومغطي فهمتي راه كلشي البرد اللي داز علينا صاحبي وراه ربي ما انا راه كان نافعني واحد السيد في هذاك كنجي نمشي للحمام كيقول لي اجي كل صباح كنسخن ما كره رزمت كره مت وراه كيديو لك صاحبي الحوايج انت فين تكون عمي بالنهار نهار خويا كان كل خطره كنطلع لها جوايه هكا عندك تليفون ولا ما عندكش داوه لي خليوه لك خليوه لك وهي عادي داوه ما يسوى والو تليفون ما يسوى والو العذاب راه يقتلوك اصاحبي علاش انا جيت هنا وسط هنا بعدا هنا ما مخبينا كتكون شي مناطق اخرى بعيده وكم ضر والله غادي يقتلوك كيقول لك ما تفهمش الاخر اللي انت ناعس كيوقفوا عليك لا حول ايوا ما عمر غادي بحال هكا كان قدر تنوطها ان شاء الله واعرين 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 هاد الوطن لاكارت ديالك الخوت الله يسهل عليكم هاد السيد هذا مسكين راه عنده لاكارت عنده كل شيء ديالو يعني حنا كنا كنعاونوا شي ناس بعد ما عندوش لاكارت تلقاه مجهول هو ما داير شي حاجه ولكن شوف السيد عنده لاكارت عنده كل شيء بغينا نتعاونوا مع اخوتي العزاز الله يرحمكم الوالدين هو ما عندوش تليفون ما عنده لا نمره لا والو غنحط النمره تواصلوا معنا نقدروا نكريو ليه نقدروا نديوه للدار الكبيره نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج كان مراد سيد راه عنده لاكارت ديالو عنده كلشي كلشي الحمد لله تلقى حتى هو دايرها الجلبة هاي شاي ديال الجلبة هادي ديال الجلبة الوريقات هادو خصك تخبيهم عمي خبيهم انا محتفظ عليهم خويا هادي شي نمرة واقعية الناس بحال هكا كيقول لك خصك حاجة ملي كان عندي التليفون اتصل بينا وعيط لينا فهمتي غادي عاوتاني ديال ديك الفلوس كنت يعطوني بحال هكا يقول لك شي حاجه صوني لينا ولا هادي حنا نخليو لك النمره عمي ما عنديش التليفون دابا اي واحد في الزنقه جبد له قول له خويا صوني لي اي هاك هاي ولاد الناس صوني لي على هاد الدري نجي لعندك فين ما كنت لا لا كاين ولاد الناس صراحه بحال وجهكم يساعدونا مساكن ما كنبوش على ربي كاين ولاد الناس والله العظيم الا كاين طاحروا علينا كاع ما شاء الله الا كان زوين عمي راه ربي راه كيسير ما كيحضروش ديك الساعه هما ما كيكونوش مساكن حضروا غتمشي معنا ولا نمشي نجيب لك ونجيب لك لهنا؟ اللي بغيتي اخويا وين حليبه زيد شنو بغيتي وحده؟ اقول اقول ولدك انا زيد قول اللي بغيتي اللي بغيتي اطلب اللي بغيتي كلشي ديال الله حتى حاجه ما هي دوز وي شنو بغيتي حليب زيد شنو وحده اخرى؟ راه عندي ديك الكرواسه هي هنا
عندك فاش دير شي حاجه دوز بها داك الحليب. انا نجيب لك عمي خليك هنا يا راجل. خوت ناخذوا له هذا الحليب هذا مسدود على اساس انه يشرب منه يعني او نسدوه باش يرجع يشرب منه. الاخر الا شربوه صافي يتكفى. المهم ناخذوا له هذا. خويا السلام عليكم كي داير باه؟ ناخذوا شي كيكات ولا تمر. تمر اختي العزاز نشرح لكم واحد الحاجه. الله يرحم لكم الوالدين. هاد الناس اللي في الزنقه هادو حنا نشوف راه ما قادرينش نعاونو اكثر من القياس. حيت الا عاونا اكثر من القياس غادي نحبسو باش ما نكونوش منافقين بزاف. حنا هاد الناس هادو تنعاونوهم على قد الجهد كل نهار تنعاونو شويه. الا قدرتو انكم نتوما تعاونونا باش نعاونو هاد الناس ما كرهناش باش حنا نستمروا بزاف ديال الحوايج. نكريو ليهم نديو من الحمام ندوشو ليهم ندير لهم بزاف ديال الحوايج. حيت شنو انا نقول لكم خوتي اللي تقولوا هذا حقاره واقيلا تيدخل الفلوس ولا كذا راه داكشي اللي تيبان لكم في السوشيال ميديا ماشي هو الواقع. راه كل حاجه بوحديتها باش تعرف. المهم باش نعاونوا هاد الناس خوتي العزاز كاين واحد النمره تواصلوا معنا خوتي العزاز. عمي شوف جبت بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار ما نكونش هنايا. بالنهار فين تتكون؟ النهار كنكون في الفوق باش نديوك الحمام تحسنوا عليه. راه كي بغيت نديرو انا بغيت نقولها لك بغيت نتحمحم. باغي تحمحم؟ ديك الكوميساريه تاع دريان اييه واحد العماره راه حداها من هنا بجنبها. دير واحد القضيه معايا. كنكون هي تما. دير واحد القضيه معايا عمي. نعم. انت محتاج تمشي للحمام واه يا صاحبي وتلبس حوايجات جداد واه محتاج ابغي تعوم انا حبيبي باغي تعوم واه الحمام الحوايج كلشي غدا عيط لي يا عمي معليش لي قول شي واحد يعيط لي يعطيه النمره تليفون قول له عيط لي لهاد الدري انا نجي لعندك جوج عندي تما حدا الكاتريان وراه غنجي ونقدر ما نلقاكش فهمتي كيفاش قول لي هي الوقت لا تكون انت اللي بيه انت تلقاني تما وديك الجدرده اللي حداها خصنا نشريو لك شي شيفو عمي نشوف لك شي شيفو تكون قدام كاتريان اييه لما نكون كنمشي من هنا حتى لديك العشره ولا الحضره كنطلع من هنا عشره ديال النهار دابا تبات هنا؟ اه هنا كنعس والمانطا وكذا فين هما الحوايج؟ ما عنديش راه كلشي دابا كنعس هكا دابا هكا والبرد عمي؟ كنتكمل كنخشي يدي هكا كنحيد هذا وكنخشيهم من الداخل لا حول ولا قوة. شوف الراجل قداش مسكين مشي ينعس في الزنقه راه ما يمكنش البرد والشوع وزيد انه بنادم مشي يضربو شحال من مره بنادم تيبغي يقتلك ما تيبغي يضرب راه كيديو لك اللي عندك كاع باللي كيكون كل ديك الايامات دابا راه فاطمه مزيان هاني هذوك الايامات جبرت كلشي نعس كلشي شاد عليه والله الا ما كنلقى ما نجي كنقول له هذا اللي عندك خلي لي غير لاكار لاكار ما تديوش ليا كيخليو لي هذاك الشيء كيديو لا حول ولا قوه الا بالله الله يهدي ما خلق. انا عمي شوف غنبقى نجي عندك وغنوقف معاك ان شاء الله حتى غنديروا لك خير. الله يوفقك صافي عمي ان شاء الله ما يكون على خير. خوتي العزاز نحطوا واحد النمره الله يرحم لكم الوالدين لما تعاونوا معنا نعاونوا هذا السيد مسكين راه محتاج ديال بصح. هذا السيد راه محتاج. شو تقول المغاربه عمي وتيشوفوا فينا؟ والله يشكرهم يا خير الله يديروا يتعاونوا معنا يديروا فينا الخير لله. حنا ضايعين وراشينا غادي يقتلونا تحت شي حاجه. وتعدوا راه كاين كيتعدوا علينا ما كيخلونا لا حوايج لا والو ولا راه ما داير لا بيدي لا برجلي راه المخرجين كيعرفني راه كلشي كيعرفني شي مكتوب عليا انا كندوزو. الله يدير لك تا ولدي ان شاء الله ما يكون على خير. حنا معاك شوف عمي انا معاك سمني ولدك سمني ولدك وغنوقف معاك ان شاء الله عمي ان شاء الله غتوقف على رجلاتك ودير شي حاجه في ترجع تخدم وتجلس وتستقر وتعيش وتاكل مزيان طيب قول لي ضروري فازا هكا بنادم تا يمشي هكا كفا هكا كفا بور يرجم وغدايد وترجم هكا الله يدير تا ولدي ان شاء الله ما يكون على خير وغنرجعو عندك صافي. وانت هنا بالليل تتكون هنا الا ما جيتش عندك بالنهار غنجي عندك بالليل صافي مور الفطور تلقاني هنا صافي انا معاك ان شاء الله مور العشاء تلقاني هنا صافي عمي ان شاء الله ندوز لعندك نقول لك الفطور هي تمايا صافي هو نشوف هاد السيدة الله يدير لك تا ولدي الخير الله يسهل عليكم امين 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 الله يحفظك.